السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد على قناه ريم كروشيه. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نعمل مساكه المطبخ دي. هي تقيله بغرزه الوافل. هنتعلم ازاي نعمل الغرزه دي مع بعض بشرح سهل وخطوه بخطوه. خليكي متابعه معايا. هشتغل بخيوط قطن وابره مقاس 2.5. اول حاجه هنجيب الفتله بتاعتنا وهنعمل دايره سحريه. لازم في الدايره السحريه لما نسحبها كده نقفلها بايه؟ بغرزه سلسله. هرتفع 3 سلاسل واعتبرهم اول عمود. الف القطعه على الابره وادخل جوه الدايره، اعمل كمان عمود وده العمود التالت. كده اتكونت معايا مجموعة من 3 عمود بلف. هاخد سلسلة وجوه الدايرة هعمل كمان 3 عمود جنب بعض. 1 2 3. سلسلة وكمان 3 عمود بلفة جنب بعض. كده 3 مجموعة معايا، سلسلة وأعمل 4 مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة جنب بعض. سلسلة هضيق الدايرة السحرية دي وعند اول 3 سلاسل ارتفاع في السلسله الثالثه الاخيره هدخل واعمل غرزه منزلق. دلوقتي انا عايزه ادخل جوه فراغ السلسلة الواحدة ده، فهمشي على العمود التاني ده بمنزلقة وكمان همشي مع اللي جنبه بمنزلقة وجوه السلسلة. كده انا وصلت للفراغ اللي انا عايزاه، اعمل سلسلة وارتفع ب3 عمود. 3 سلسلة ده كده بقى اول عمود، وفي نفس المكان عمود تاني كده عمودين سلسلة وجوه نفس المكان عمودين. يبقى انا دخلت جوه فراغ السلسلة الواحدة عملت 2 عمود سلسلة 2 عمود. دلوقتي انا قدامي مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة، هعمل عمود فوق كل غرزة فيهم. 1 2 3. جوه فراغ السلسلة هعمل الزاوية بتاعتي اللي عبارة عن 2 عمود سلسلة 2 عمود. فوق ال3 غرز دول هعمل 3 عمود بلف. جوه فراغ السلسلة هعمل زاوية 2 عمود بلفة. سلسلة 2 عمود بلف.
فوق الثلاث غرز هعمل ثلاث اعمد. جوه فراغ السلسلة هعمل زاوية، اتنين عمود بلفة، سلسلة، اتنين عمود بلفة. وفوق التلات غرز هعمل تلاتة عمود. في المنزلقة في ثلاث سلاسل اللي ارتفعت بيها. كده تكون معايا مربع بالشكل ده. الدور اللي بعد كده هفضل امشي منزلقة لحد ما اوصل لفراغ السلسلة. هي منزلقة واحدة في العمود اللي بعدها، هدخل جواها اعمل زاوية، ثلاث سلاسل اعتبرتهم عمود، وكمان عمود سلسلة، واتنين عمود. جوه اول غرزة عمود هتقابلني هعمل عمود امامي، غرزة بريد امامي اللي هي بنلف الخيط على الابرة، وبنيجي كده من ورا الغرزة ونسحب الخيط. كده بقت غرزة بريد أمامي. في الغرزتين اللي بعد كده بشتغل عادي، ادي أول واحدة تاني واحدة. الغرزة اللي بعد كده بشتغلها بريد أمامي، والاثنين اللي بعد كده عمود عادي، واحد اتنين. وفي العمود على طول اللي قبل الفراغ ده بدخل وبعمل جواه بريد امامي. وجوه السلسلة بعمل زاوية، اتنين عمود، سلسلة، اتنين عمود. بصوا انا عملت ايه، عملت اول حاجة زاوية، اتنين عمود سلسلة، اتنين عمود. وفي اول عمود قابلني عملت فيه غرزة بريد امامي، عملت اتنين عمود عادي وبعدين بريد امامي، اتنين عمود عادي وبريد امامي. وفي الفراغ عملت زاوية، اتنين عمود سلسلة، اتنين عمود. وهي دي الطريقة اللي هنكمل عليها شغل لحد اخر الدور. انا كنت عاملة عمود امامي، دلوقتي عملت الزاوية على طول في الغرزة اللي بعد الزاوية هدخل فيها واعمل غرزة بريد امامي. اتنين عمود عادي، واحد بريد امامي، اتنين عمود عادي.
واحد بريد امامي، وجوه الفراغ هعمل الزاوية 2 عمود، سلسلة 2 عمود. هنكمل كده لحد اخر الدور. الغرزة على طول اللي بعد الزاوية بنعملها عمود امامي، 2 عمود عادي، عمود امامي، 2 عمود عادي، وعمود امامي هنا، وفي الزاوية هنعمل 2 عمود سلسلة 2 عمود، ونكرر عمود امامي 2 عادي، امامي 2 عادي، وامامي. خلصت الدور. اخر حاجة عملتها كانت بريد امامي، دلوقتي هقفل بمنزلقة في 3 سلسلة. دلوقتي انا عايزة اغير اللون، هقص الخيط دلوقتي، هجيب لون تاني، انا هشتغل بلون ابيض. هعمل عقدة البداية، هدخل جوه الزاوية، فراغ السلسلة اللي في الزاوية، اسحب كده واغير لون الخيط، هرتفع ب2 3 سلسلة واعتبرهم عمود، كمان عمود في نفس المكان، سلسلة و2 عمود. الغرزة اللي بعد كده هعمل عمود، واللي بعدها عمود، عملت 2 عمود عادي. دلوقتي هعمل واحد امامي، اشتغلت الزاوية 2 عمود عادي، واحد بريد امامي، 2 عمود عادي، وعمود امامي. اتنين عمود عادي، وعمود أمامي. اتنين عمود عادي، وجوه الزاوية، جوه السلسلة دي هعمل زاوية، 2 عمود، سلسلة، 2 عمود. بعد ما عملت الزاوية هاجي على الغرزتين اللي بعدها واعمل 2 عمود عادي. في الغرزة الثالثة هعمل بريد أمامي، شايفين ان انا فوق العمود الأمامي بعمل فوقيه الدور اللي بعده عمود أمامي، والخلفي بشتغل العادي، أصلي بشتغل فوقيه عادي. دلوقتي هشتغل 2 عمود عادي، عمود أمامي، اتنين عادي. أمامي
2 عادي. جوه فراغ السلسلة هعمل زاوية، 2 عمود سلسلة، 2 عمود، وبفضل مكررة بالشكل ده لحد آخر الدور. عملت زاوية، 2 عمود سلسلة، 2 عمود، 2 عمود عادي، 1 عمود أمامي، 2 عمود عادي، 1 عمود أمامي، 2 عمود عادي، عمود أمامي، 2 عمود عادي، وهنا هعمل زاوية، 2 عمود سلسلة، 2 عمود. وكده أنا عملت الزاوية، هعمل 2 عمود عادي، وريد أمامي، 2 عمود عادي، واحد عمود أمامي، 2 عمود عادي، واحد عمود أمامي، اتنين عمود عادي، وبنعمل هنا الزاوية، وبنكرر بنفس النمط كده لحد آخر الدور. خلصت كده شغل لحد آخر الدور، وهقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. همشي بمنزلقة في الغرزة اللي بعدها لحد ما اوصل للفراغ، وجوه الفراغ ده هشتغل الزاوية، 2 عمود، 2 عمود، وفي العمود اللي بعد كده اللي قابلني هعمل غرزة عمود عادي. اللي بعد كده بريد أمامي، اتنين عمود عادي، عمود أمامي، اتنين عمود عادي، واحد عمود أمامي، اتنين عمود عادي، عمود أمامي. اتنين عمود عادي، واحد عمود أمامي، وفي آخر عمود هعمل عمود عادي. جوه الزاوية، جوه السلسلة دي هعمل زاوية، 2 عمود سلسلة، 2 عمود، الغرزة اللي بعد كده عمود عادي، اللي بعدها عمود أمامي، اتنين عمود عادي، عمود أمامي، زي ما احنا شايفين بنعمل فوق العمود الأمامي
امامي وفوق العادي عمود عادي، 2 عمود عادي، امامي اتنين عمود عادي، عمود امامي، اتنين عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي. في الفراغ هعمل زاوية، هنكمل شغل كده بنفس الطريقة. بعد الزاوية هنعمل عمود عادي وعمود أمامي، 2 عمود عادي، عمود أمامي، 2 عمود عادي، عمود أمامي، 2 عمود عادي وعمود أمامي، 2 عمود عادي، عمود أمامي وعمود عادي قبل الزاوية. جوه الفراغ بنعمل الزاوية بتاعتنا عادي كده. أنا عملت الزاوية، أول عمود بعدها بعمل فيها عمود عادي، وبعدين 2 أمامي، 1 أمامي، 2 عادي، 2 عمود أمامي، 2 عمود عادي. عمود أمامي، 2 عمود عادي، أمامي، 2 عادي، أمامي، وفي الأخير عادي. وفي الفراغ بنعمل زاوية وبنكمل. خلصت وقفلت الدوش، دلوقتي هغير اللون. وهاجي عند الزاوية، ادخل جواها كده واغير اللون. ارتفع ب3 سلاسل، اعتبرهم عمود، كمان عمود جوا نفس المكان. سلسلة كمان 2 عمود، في الغرزة اللي تقابلني بعد كده هعمل عمود، عمود أمامي، وبعد كده هعمل 2 عمود عادي. عمود أمامي، اتنين عمود عادي،
عمود امامي اتنين عمود عادي. عمود امامي اتنين عمود عادي. عمود أمامي اتنين عمود عادي. عمود أمامي اتنين عمود عادي. وفي اللي قبل الفراغ على طول بدخل فيها واعمل عمود امامي، وهدخل جوه الفراغ اعمل زاوية. العمود اللي بعد الزاوية على طول هدخل جواه واعمل عمود امامي. بعدين هعمل اتنين عمود عادي. عمود امامي اتنين عمود عادي. عمود امامي اتنين عمود عادي. امامي اتنين عادي. امامي اتنين عادي. أمامي اتنين عادي. واللي قبل الفراغ على طول هعمل عمود أمامي. جوه الفراغ هعمل زاوية، والعمود اللي بعدها على طول هعمل عمود أمامي. اتنين عادي أمامي اتنين عادي. أمامي اتنين عادي. أمامي اتنين عادي. أمامي اتنين عادي. عمود أمامي واتنين عمود عادي. وفي العمود اللي قبل الزاوية بنعمل عمود أمامي، وبنكرر كده لحد آخر السطر. خلصت شغل كده لحد آخر الدور. دلوقتي همشي منزلقة في العمود اللي بعد كده عشان اوصل للفراغ. هعمل زاوية في غرزتين العمود اللي بعد كده، هعمل فيهم اتنين عمود عادي. وبعدين واحد بريد امامي. اتنين عمود عادي. واحد عمود أمامي. اتنين عمود عادي.
واحد عمود أمامي، اتنين عمود عادي، واحد عمود أمامي، اتنين عادي، أمامي، اتنين عمود عادي، أمامي، اتنين عمود عادي، واحد عمود أمامي، قبل الزاوية هنلاقي اتنين عمود، هنشتغل فوقيهم اتنين عمود عادي، وفي جوه الفراغ ده هنشتغل الزاوية بتاعتنا عادي، هي اتنين عمود سلسلة اتنين عمود. ونكمل شغل كده لحد اخر السطر. بعد الزاوية بنعمل اتنين عمود عادي، عمود امامي اتنين عادي، وبنعمل امامي فوق العمود الامامي، وعمود عادي فوق الاتنين العاديين كده، وفي الاخر قبل الزاوية بنعمل فوق الاتنين عمود دول اتنين عمود عادي، وجوه الفراغ ده بنعمل الزاوية بتاعتنا. خلصت شغل لحد اخر الدور وقفلت، دلوقتي هغير اللون. هعمل عقدة البداية، هدخل جوه السلسلة، وهعمل زاوية عمود تاني سلسلة واتنين عمود، دلوقتي في أول عمود هعمل غرزة عمود عادي، وفي اللي بعدها عمود أمامي اتنين غرزة عمود عادي، وعمود أمامي اتنين عمود عادي، عمود أمامي اتنين عمود عادي، عمود أمامي اتنين عمود عادي، عمود أمامي اتنين عادي، أمامي اتنين عادي، أمامي اتنين عمود عادي، أمامي اتنين عمود عادي، عمود أمامي، وفي العمود اللي قبل الزاوية هعمل عمود عادي.
وهدخل جوه السلسلة اعمل زاوية. هنكرر شغل بنفس الطريقة لحد اخر الدور. بعد الزاوية بنعمل عمود عادي، وبعدين عمود بغرزة امامية، 2 عمود عادي، عمود امامي، 2 عادي امامي كده لحد الاخر. وبنيجي العمود اللي قبل الفراغ ده بنعمل فيه عمود عادي، وفي الزاوية بنعمل 2، في السلسلة بنعمل 2 عمود، سلسلة 2 عمود، عمود عادي، وبنكمل. خلصت لحد آخر الدور وقفلت المنزلقة في 3 سلسلة. دلوقتي انا همشي بمنزلقة في الغرزة اللي بعد كده عشان عايزة اوصل للفراغ. جوه فراغ السلسلة ده هعمل زاوية، 2 عمود سلسلة، 2 عمود. الغرزة اللي بعد كده بريد امامي، الغرزتين اللي بعد كده عمود عادي، عمود أمامي، اتنين عمود عادي. عمود أمامي، اثنين عمود عادي. عمود أمامي، اثنين عمود عادي. عمود أمامي، 2 عمود عادي. هكمل كده لحد اخر الدور، لحد اخر السطر ده، وارجع لكم نكمل شغل مع بعض. وصلت لحد اخر السطر، كنت بشتغل فوق البريد الامامي غرزة بريد امامي، وفوق ال2 عمود العادي بشتغل 2 عمود عادي. دلوقتي انا عندي الزاوية اهي فيها 2 عمود سلسلة، 2 عمود، وفي قبلها غرزتين. هعمل في الغرزتين في كل واحدة فيهم عمود عادي، وبعدين غرزة بريد أمامي، وهدخل جوه الزاوية جوه السلسلة أعمل زاوية، 2 عمود سلسلة، 2 عمود. وعلى طول بعد كده بدخل في الغرزة اللي بعد الزاوية أعمل بريد أمامي، 2 عمود عادي. اللي بعد كده بريد أمامي، اثنين عمود عادي. وبس كده بنكمل لحد اخر الدور، 2 عمود فوق ال2 عمود العادي، وبريد امامي فوق البريد الامامي لحد اخر الدور. قبل ما نوصل لفراغ السلسلة ده هنعمل في الغرزة اللي قبلها عمود امامي، وفي اللي بعدها على طول دي عمود امامي، اللي بعدها 2 عادي، 1 أمامي، 2 عادي، 1 أمامي، ونكمل. خلصت كده. دلوقتي هنعمل الحروف. سهلة جدا بغرزة الحشو بس. دلوقتي بنيجي عند السلسلة
وندخل نعمل أول غرزة حشو وتاني غرزة حشو في نفس المكان. هنقعد بقى نعمل لحد آخر الدور، فوق كل غرزة تقابلني غرزة حشو. بالطريقة دي فوق كل غرزة تقابلني هعمل فيها غرزة حشو، ما عدا في الزاوية بعمل 2 حشو. بكمل كده لحد الآخر وهرجع لكم. دلوقتي عملت غرز حشو لحد آخر الدور. حاجة قبل ما أقفل أعمل اللي هي دي عشان نعلقها لو في المطبخ أو أي حتة. هعمل 10 سلاسل وعند اول غرزة حشو هدخل اقفل المنزل. هلف كده الشغل بتاعي وامشي منزلق. همشي في غرزتين منزلقة وألف الشغل بتاعي. هدخل جوه الفراغ ال10 سلاسل دول واعمل 20 غرزة حشو. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. هنكملهم 20 غرزة حشو. خلاص كده خلصت المسكة بتاعتنا بغرزة الوافل. عملت منها لونين. يا رب الشرح يكون كان سهل وواضح بالنسبة لكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة لو لسه مشتركتيش. اشوفكم فيديوهات جديدة ان شاء الله. مع السلامة.